سيدات وسادة الحضور، خلصنا هذا أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة شومان على إتاحة هذه الفرصة لإجراء هذا الحوار مع زميل وصديق وأخ الدكتور عمر الرزاز. وفقا لسيرته الذاتية فهو من مواليد عمان في بداية القرن السادس من القرن الماضي، حتى أخبره. ولن ألتزم كثيرا بالنص الحرفي للسيرة الذاتية كون ربما مجال العمل والتفاعل المباشر خير دليل على العلاقة القائمة. هو الآن مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقبل ذلك عمل في مجالات متعددة، كان في البنك الدولي، وهو أيضا تخرج وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد. وأيضا لا نستطيع أن نحلل الدكتور عمر من إرثه التاريخي وإرثه الأدبي، وهو ابن مناضل عربي، وهو أيضا شقيق لمن أستطيع الادعاء بأن أول قراءاتي في الأدب كانت على يده. الدكتور عمر في هذه الأمسية لن يحدثنا باعتقادي كمدير للضمان لمدير للضمان الاجتماعي بكل الهموم التي ترافق هذا الموضوع، خصوصا خلال هذه المرحلة، بل سنحاول في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر فيها الأردن، وفي أيضا ظل ظروف تحول لم تكتمل معالمه. عنوان المحاضرة التي سيقدمها من الريع إلى الرعاية، وهي عن آفاق التحول الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، بكل ما يحمل هذا الموضوع أو هذا العنوان من أفق ومن سعة ومن صعوبة في التناول. الدكتور عمر ربما سيحدثنا من 25 إلى 30 دقيقة، ثم سنفتح المجال للحوار حول هذا الموضوع الذي سنناقشه أو سيتناوله الدكتور عمر. تفضل دكتور عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير جميعا. أشكر أولا هذه المؤسسة العريقة التي طالما استضافت في رحابها متحدثين حول قضايا مهمة وقضايا إشكالية وقضايا مطروحة للحوار، أثرت من خلالها فهم الجميع وتناول الجميع لهذه القضايا الهامة، وعلى رأسها طبعا معالي الدكتور ثابت الطاهر. وأشكر زميلي وصديقي إبراهيم سيف لقبوله بمهمة رئاسة الجلسة وإدارة النقاش، وأنا سعيد جدا أن أكون بصحبة هذه النخبة التي لا شك موضوع شائك كالموضوع الذي سأتناوله. أولا أنا لا أدعي أنني يعني توصلت إلى حلول سحرية أو منظومة جديدة في التفكير، ولكن هي مقاربة لوضعنا على يعني نبدأ من المستوى العالمي إلى المستوى العربي إلى المستوى الأردني، لنستشف ربما بعض معالم الطريق والآفاق المقبلة على المستوى والتغيرات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. بالطبع العنوان يمكن يحمل في فحواه الكثير، فهو العنوان والمقصود منه استثارة بعض الآراء حول الريع والرعاية. السؤال يمكن اللي مطروح في كل العالم
ومطروح بشدة في المئة سنة الأخيرة مع نشوء الدولة الحديثة، هو كيف تؤسس الدول البيئة الحاضنة لتنمية اقتصادية اجتماعية سياسية مستدامة. هذا سؤال عام وسؤال كبير جدا، ولكنه أصبح يعني شغل هذا السؤال وما يزال يشغل كل الدول، وليس له جواب سهل. والاجتهادات فيه أتت على مدى المئة سنة الماضية بكثافة، وبدأت من نظريات آدم سميث إلى التوجهات المراحل الماركسية إلى المراحل الاقتصاد الموجه وما إلى ذلك إلى يومنا هذا. فهو مجال لتفاعلات على المستوى العالمي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كبيرة جدا. في المنطقة العربية طبعا هو السؤال مطروح بنفس القوة وبنفس الشدة، ولكن أيضا لدينا خصوصيتنا في المنطقة العربية التي يمليها الوضع الجيوسياسي، موضوع الاحتلال، موضوع النفط، موضوع التركيب الاجتماعي لمنطقتنا العربية. كل هذا يضيف تداعيات إضافية على سؤال الدولة وكيفية يعني كيف نصل إلى أن تكون إطار الدولة إطار حاضن لتنمية حقيقية مستدامة. في كثير من الأحيان يعني يبسط السؤال في جلساتنا إنه الحق على مين، وين الخطأ، ما هي السياسة المحددة اللي كان لازم نعملها كذا أو كذا. في جزئيات من موضوع التنمية، لذلك أنا سأبقى إذا سمحتوا لي على مستوى العموميات، وفي مرحلة النقاش ممكن ندخل في التفاصيل. إذا سمحتوا لي سأحاول أن أقسم مداخلتي إلى أربع أجزاء. الجزء الأول فيها سيركز على يعني لن أعطي الموضوع حقه بس ربما بثلاث دقائق أو خمس دقائق تجربة التنمية الاقتصادية بشكل عام وماذا استفدنا منها على المستوى العالمي. هذا المحور الأول. المحور الثاني ستكون الخصوصية العربية، وهنا سندخل إلى موضوع الريع. المحور الثالث هي الخصوصية الأردنية، والموضوع الرابع هو آفاق التحول من الريع إلى الرعاية، وسأتحدث عن كل هذه الأربع محاور. لو بدأنا بالمحور الأول اللي هو ماذا استخلصنا لغاية الآن على مستوى التاريخ العالمي من تجارب التنمية، وهذه التجارب كانت عديدة. في بداية القرن العشرين تقريبا كان المبدأ العام والمقبول والمتفق عليه هو المبني بشكل أساسي على مبادئ آدم سميث والسوق الحر، أن هناك آلية خرافية، آلية اسمها السعر، سعر السوق يحدد بموجب اختيار الأفراد حسب أهوائهم ورغباتهم، يحدد العرض والطلب، وبالتالي كل الموارد على المستوى الاقتصادي تتوجه باتجاهات معينة تحدد المدخلات والمخرجات، وبالتالي كما يقول آدم سميث هناك يد سحرية تلعب دور ما في أن يتحقق ما هو في مصلحة الفرد وبالتالي ما هو في مصلحة المجتمع، وكان هذا سائد كثيرا في بدايات القرن العشرين. نعرف كلنا ولن أدخل في تفاصيل كيف أن هذه المقولة وهذه النظرية البسيطة الجميلة تعرضت إلى تحديات كبيرة مع الأزمات المالية التي عصفت في أوروبا وفي أمريكا، والتي أثبتت أن هذا النظام الذي يبدو مثالي يتعرض لأزمات وأزمات متتالية. فجاءت عنا التجربة الاشتراكية التي قالت بامتلاك الدولة لوسائل الانتاج سينهي هذه الحلقة المفرغة من الأزمات المتتالية، وأيضا جاءت عنا تجارب أوروبية حول نعم نحن نؤمن باقتصاد السوق ولكن ليس الحر كليا، أما الاقتصاد السوق الموجه المنظم ضمن آلية.
وهو عبارة وما شاهدناه هو عبارة عن بندول في المئة سنة الأخيرة، يعني يتأرجح بين هذه الأطراف، بس في كل مرحلة التاريخ لا يكرر نفسه، في كل مرحلة كانت تثبت فشل وصحة بعض المقولات المتعلقة بالتنمية. لا شك أنه نقدر نقول ب أنه مرحلة، إذا بقدر أركز على مرحلة الثمانين فصاعدا، الثمانين رجع طرح السوق الحر على أقوى، على أشده، بمجيء ثاتشر وريغان على المستوى السياسي، وأيضا على أشده على المستوى الفكري بطرح فريدمان لمقولة أن السوق الحر هو الحل. ولما انهار الاتحاد السوفيتي أعطى زخم لمقولة السوق الحر وأن الدولة لا تصلح للإدارة، ودخلنا في الثمانينات والتسعينات على الأقل، بدايات التسعينات في هذه المقولة، ولكن أيضا في الأدبيات، حتى في أدبيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفشل منظومة واشنطن واتفاق واشنطن أنه أنت بس دير الاقتصاد الكلي وترك السوق الحر، هو بيدير باله على الفقر وعلى البطالة وعلى كل القضايا هاي. بسرعة تبينت محاذير هذا الطرح المبسط، وعادت حتى المؤسسات الدولية إلى شيء من الحذر في طرحها، وعاد شيئا فشيئا دور الدولة إلى أدبيات التنمية الاقتصادية. وأهم يمكن من كتب حول هذا الموضوع هو جوزيف ستيغليتز، اللي يمكن بأواخر التسعينات أصر أنه ليس هناك تنمية حقيقية بدون دور فاعل للدولة. وإذا نتطلع على التجارب الناجحة حوالين العالم الآن، سيبدو بوضوح أن التجارب الناجحة فعلا التي نقلت الدول نقلة نوعية على مدى الأربعين خمسين سنة الماضية، كانت أولا هي الدول التي سمحت باقتصاد السوق، التي انفتحت، التي أجبرت منتجيها على التنافس فيما بينهم وعلى التنافس مع الخارج، ولكن بالتدريج، ولكن أيضا بدور فاعل وفاعل جدا للدولة، إما في بناء البنية التحتية القوية وتطوير الموارد البشرية وسياسة اقتصادية لقطاعات تفاضلية تدعمها في مراحل البداية، وأيضا تشجيع على الابتكار والتحديث وما إلى ذلك. ليس هناك مثال واحد في العالم، إن أخذنا إن بدينا بالصين، كوريا، تشيلي، الدول الغربية، ليس هناك مثال واحد لدولة متقدمة عملت هاي النقل النوعية بدون دور أساسي وفاعل للدولة، الدولة بما فيه من بنية تحتية وتشريعات وبناء موارد بشرية و. الآن اللي شاهدناه أيضا هو نجاح هذه الدول في تشكيل تكتلات اقتصادية كبرى، لأنه أيضا أصبح ما يسمى الإيكونوميز أوف سكيل، وما يسمى اقتصاد الحجم، صار في غاية الأهمية في تشكيل في قدرة الدول على المنافسة، وأصبح وجود تكتلات وبلوكس اقتصادية في غاية الأهمية لتتنافس هذه الدول على مستوى العالم. بصراحة إحنا كمنطقة عربية، والآن أنتقل إلى محور الثاني، بشكل أساسي لم يعني كنا مغيبين عن هذه التجربة، لم تنجح حتى يمكن مصر لأكثر دولة كانت مرشحة أن تشارك في هذه المرحلة الانتقالية، لم ننجح في تأسيس الدولة العربية القوية التي لها أسواق كبيرة، التي تستطيع أن تنافس على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. والسؤال اللي بطرح نفسه وكلنا بنطرحه، ليش؟ طبعا في هذا موضوع كبير جدا، وهناك أسباب سياسية وأسباب لها علاقة، كل واحد يعزو
بيركزوا، يعني كل واحد كمان له منظوره، شيء بيركز على السياسه، شيء بيركز على التاريخ، شيء بيركز على النفط، شيء بيركز على غيره. انا ساختار ليس لانه هو العامل الوحيد، ولكن لانني اعتقد انه عامل مهم جدا ولا يحظى بالتركيز الكافي على موضوع الريع، اقتصاديات الريع المنتشره في العالم العربي وتاثيرها على هاجس التنميه. ان عمليه التنميه في منطقتنا العربيه يعني لم تتكلم بالنجاح، لا اظن انه موضوع اشكالي انا بحاجه لاثباته. يعني كل ما نحتاج ان نرجع الى تقارير الامم المتحده للتنميه، تقرير اليو ان دي بي اللي بيحكي عن عدد الكتب اللي ترجمت او ورقات الاختراع او مجموع صادرات العالم العربي الصناعي لا تساوي تصادرات الفلبين وما الى ذلك، وهذه الارقام موجوده. فلن ادخل في يعني محاوله اثبات انه احنا تخلفنا عن الركب العالمي في هذا المجال. موضوع الريع، لماذا الريع ولماذا أهمية هذا الموضوع؟ أول من طرح فكرة الريع ومفهوم الريع هو اقتصادي إيراني سنة 1970 مهدبي، كان يحلل الاقتصاد الإيراني ويتساءل سؤال أنه كيف يكون الاقتصاد بهذا المستوى من الغنى وتكون نسب النمو فيه بهذا النسب من التدني. طرح هذا السؤال وحاول الإجابة عليه، وبعد مهدبي انتشر هذا السؤال ليشمل مجموعة من الدول العربية النفطية، وبعد ذلك الكثير من المفكرين والاقتصاديين الأجانب تناولوا هذا السؤال، مش بس فيما يتعلق في النفط، فيما يتعلق في الموارد، الدول ذات الموارد الغنية بمواردها، وصار يسمى في السنوات في العقد الأخير تقريبا يسمى بالإنجليزي الريسورس كيرس أو لعنة الموارد، لأنه ثبت عمليا إنه الدول الغنية في الموارد هي نموها، نمو اقتصادياتها أقل بشكل عام من المعدل العالمي العام. لماذا ذلك؟ هناك الكثير من الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نظام الريع، كيف يساهم هذا النظام الريع في خلق هذه البيئة غير المحفزة للنمو. طبعا هناك الجانب السياسي اللي بحكي عن انه دول الريع تختلف عن الدول الاخرى، انها هي ليست دول ضريبية، ليست دول تجمع الضريبة، وبالتالي لا تستمد مشروعيتها من المواطن الدافع الضريبي، وبالتالي هاي العلاقة العقدية تختفي، وبالعكس يصبح المواطن هو الذي يستجدي هذه الدولة التي لديها مصادر دخل كبيرة ولا تحتاج بشكل أساسي إلى المواطن لينتج. يعني المثال طبعا المثال الصارخ في هذا الموضوع هو أي دولة خليج نفطية تأتي إيراداتها 80 أو 90% من إيراداتها من النفط، ونحن كلنا نعلم أن النفط كمادة خام لا يتطلب يد عاملة تذكر، ويدخل مبالغ طائلة من الدولارات من العملة الصعبة إلى الدولة، فتنقلب العلاقة بين الدولة والمواطن إلى علاقة توزيع إلى للمكتسبات، بدل ما تكون هي عبارة عن حلقة جمع الضرائب وإنفاقها في الأوجه التي يوافق عليها المواطنين بشكل أو بآخر. فعلى المستوى السياسي هناك خلل في علاقة المواطن بمؤسساته، ولكن هناك أيضا بعد اقتصادي مهم جدا صاروا يسموه سمي بعد السبعين بالمرض الهولندي في هولندا، داتش ديزيز في هولندا. لما اكتشف النفط في هولندا وأصبح جزء أساسي من الصادرات، تضاءلت كل القطاعات الأخرى، كل القطاعات الزراعية والإنتاجية تضاءلت. ليش تضاءلت؟ لعدة أسباب. أولا صار
هناك دخل في العملة الصعبة يأتي إلى هولندا. هذه العملة الصعبة، زيادة العملة الصعبة خفضت أو رفعت قيمة الجلدر لقيمة العملة المحلية، فأصبحت الصناعات والصادرات الصناعية والزراعية غير منافسة عالميا، فضعفت القطاعات المصدرة في هولندا، والكثير من هذه العملة الصعبة أصبح يستثمر في القطاع العقاري وقطاع الخدمات. ليش؟ لأن القطاع العقاري يسمونه non-tradable، لا يمكن استيراد، لا تستطيع أن تستورد الأرض. أما القمح والشعير والمايكروشيبس وكل هذه القضايا سعرها محدد عالميا، فممكن يصير في تضخم في القطاع العقاري والقطاع الخدمي وبدون ما يصير في تضخم في القطاعات المصدرة. وهذا يعني أنه كل رؤوس الأموال والاستثمارات واليد العاملة راح تروح للقطاعات الخدمية والقطاعات العقارية وليس إلى القطاعات المصدرة. هذا باختصار هو المرض الهولندي والذي تعاني منه كل دول الريع التي تعتمد بشكل كبير جدا على المداخيل من مصادر غربية ولا تحتاج إلى تشغيل اليد العاملة بكثرة. هولندا طابت تماما، الدكتور بيقول هولندا طابت منه، وهذا اللي انت قرأت الراقي اللي بدي اوصل له، انه الريع والمرض الهولندي ليس قدر. هولندا اثبتت ذلك. النرويج من اغنى دول النفطية، هي دولة ريعية بمعنى أنه جزء كبير من دخلها يتأتى، ولكن لا نرى تداعيات هذا الموضوع لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا أيضا على المستوى الاجتماعي. والتداعيات الاجتماعية كلنا نعرفها، كلنا نلمسها. بصفي أولا، في عندنا ما يسمى الاستهلاك الاستعراضي، هذه ظاهرة مجتمعية كلنا بنعرفها، لأنه في مصدر للدخل بيجي على المواطن من مكان ما بشكل ما بطريقة ما، خصوصا في دول الخليج. فبصفي الاستهلاك هو قيمة بحد ذاته، مش للمنفعة بس للاستعراض أمام الآخرين. أيضا قيمة العمل، يعني بصير العمل والترقي مش مرتبط بإنتاجية الشخص بس، مرتبط بموقعه من الريع وقربه من الريع، وينعكس حتى على طبيعة القطاع الخاص. القطاع الخاص يصبح قطاع مرتبط زبائني، مرتبط بالريع أكثر من ارتباطه بالإنتاجية أو بالإنتاج أو بالإبداع أو الابتكار، اللي هو يعني خصائص القطاع الخاص الناجح في الدول التي لا ينطبق عليها هذا وصف الريع. الآن أنا لا أدعي أن الدول العربية لم يطرأ عليها على هذا النظام الريعي أي تغيير من السبعينات للآن. نعم، هناك تغيير، هناك تغيير تدريجي في مستويات التعلم، في مستويات الصحة، هناك شيء من التنوع في بعض الاقتصاديات اللي كانوا يعمل البترول غير النفط غير المكرر، الآن في بتروكيماويات وكذا، ولكن لا يزال الطابع الريعي غالب على الدول العربية النفطية. الآن ماذا عن، أنتقل إلى المحور الثالث، ماذا عن الأردن؟ الأردن كلنا نعرف، يا ريت يعني دولة نفطية، ليس دولة نفطية بأي بعد من الأبعاد، ولكن كل الدارسين لهذه الظاهرة ميزوا بين ما يسموه بالاقتصاديات الريعية بامتياز وقت الاقتصاديات الريعية جزئيا أو شبه ريعية. والعلاقة موجودة، لأنه الاقتصاديات شبه ريعية تتأثر بالاقتصاديات النفطية، إن كان بشكل المساعدات وإن كان بالحوالات الكبيرة التي تأتي إلى الاقتصاديات، الاقتصاديات زي الأردن، زي لبنان، زي مصر، زي اليمن، إلى ما ذلك، تتأثر بمحيطها. وإذا نطلع
على الأرقام على تاريخ الأردن الاقتصادي بالثلاثين سنة السابقة سنجد أنه الدورات الاقتصادية كانت بشكل أساسي مرتبطة بموضوع النفط وسعر النفط. يعني أزمة 89 سببها أزمة 81 بالنفط، لأنه كان معتاد الأردن على مستويات من الدخل والإيرادات عالية جدا من النفط. لما انهار سوق النفط بال81 استمر الأردن بتمويل انفاقه بالاستدانة، وهاي الاستدانة بالآخر بال89 ما عاد قادرين يستمروا فيها. ونقدر نحكي عن كل الظواهر الأخرى بما فيها الحروب في المناطق والهجرة اللي صارت وما إلى ذلك، والطفرات اللي صارت متعلقة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع. الإشكالية أنه هاي الأنظمة زي ما حكينا على المستوى الاقتصادي تمنع يعني الاقتصاد الريعي يمنع نمو القطاعات المصدرة الإنتاجية والزراعية، لأنه بطبيعة الحال بيصير في تضخم في أسعار العقار. يعني إحنا نأخذ في الأردن المزارع لما كان يزرع وكان قطعة أرضه بتسوى أكثر بكثير إذا باعها، يقول لك أنا مش ممكن، ما في منطق من الاستمرار في الزراعة إذا قيمة العقار أصبحت كما هي. وكلنا بنعرف التحولات اللي صارت على المستوى الزراعي. على المستوى الصناعي أيضا حتى في الأردن هناك دراسة بتورجي أنه كل ما كانت الحوالات فقط حوالات الأردنيين وتنافسية القطاعات المصدرة معاكسة لبعضها، كل ما تزيد الحوالات تنافسية القطاعات المصدرة تنزل. فهو المفارقة هون أنه ما يعتقده البعض أنه المزيد من المغتربين الأردنيين إلى الخليج والمزيد من المساعدات والمزيد من هذا هو يعني في مصلحة الأردن، قد يكون هذا صحيحا على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد هي تكرار واستمرار لحلقة مفرغة لا نستطيع لا إحنا ولا دول الخليج إن نخرج منها. الآن على المستوى الأردني لو طلعنا بتمحيص أدائنا نجد إنه إحنا اقتصادنا مظبوط شبه ريعي، في إنه جزء كبير من نفقات الدولة نفقات الدولة تأخذ جزء كبير من الإنتاج الناتج المحلي الإجمالي. أيضا جزء كبير من المشتغلين حوالي 30 أو 35% بيشتغلوا في القطاع العام. أيضا إيراداتنا جزء منها من المساعدات والمنح والقروض، ولكن هناك أيضا على مدى 30 سنة الماضية هناك تحول في هيكل الاقتصاد الأردني، تحول جزئي ولكنه تحول مهم جدا. وهون بدي أحكي إلى حد ما على التحول الضريبي اللي صار في العشرين سنة 30 سنة الماضية، اللي يمكن كثير المواطن مرات بتهفف من موضوع الضريبة والثقل الضرائب اللي عليه، ولكن هذا التحول عم بيغير كمان من طبيعة العلاقة أولا بين المواطن والحكومة، وأيضا يغير من طبيعة القطاعات القطاع الخاص. وحتى موضوع الإصلاح اللي صار بال89 وما بعده وبال90 مع كل المآخذ اللي عليه أيضا أدى إلى تغيرات لا يستهان فيها. صار في اعتماد أكبر على الإيرادات الضريبية، وصار في تحول بطريقة الدعم. معظم دول الريع تدعم السلع بشكل أفقي، وهي طريقة لدعم يعني لتوزيع الريع، بينما في الأردن أصبح هناك يعني بمنظومة أخرى لدعم المواطن وخصوصا الفئات المهمشة، مش
عبر دعم السلاح، ومؤسسة كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مثال على الخروج من منطق الريع إلى منطق المؤسسات والمواطنة. إذا أنت مواطن وتعمل وكذا واشتغلت 20 سنة 30 سنة إلى حقوق تترتب فيها. ولكن لا زال عندنا أوجه المرض الهولندي في الذي ينعكس بأشكال مختلفة. انتقل الآن إلى الجزء الرابع والأخير من المحاضرة، اللي هو من الريع إلى الرعاية، الآفاق. ما هي الآفاق ولماذا؟ لماذا الرعاية؟ لماذا الرعاية بالتحديد؟ عقد التسعينات والألفين على المستوى العالمي صار في تحولات كبيرة، آخرها كان الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدناها في السنوات الأخيرة. هذول العقدين أولاً أعادوا الاعتبار إلى دور الدولة زي ما حكينا سابقاً، أعادوا الاعتبار إلى بعض الاقتصاديين الذي كانوا ينادوا بدور الدولة زي كينز اللي كان بالسبعينات، يعني التركيز في مقولات كينز إنه دور الدولة هو تشغيل المواطنين والتنمية تأتي من خلال مساهمة كل مواطن في العجل. هذا الـ هذا الـ هذا الـ الخطاب اختفى بالثمانينات، لصار دور الدولة مقتصر على إدارة التضخم بغض النظر عن نسب البطالة وما إلى ذلك. كل هذا في إعادة اعتبار لكينز، في إعادة اعتبار لموضوع التشغيل، في إعادة اعتبار لدول الويلفير ستيت، لدول الرعاية. الثمانينات كان هناك يقولوا إنه هذه ألمانيا والنمسا والدول الإسكندنافية لن تستطيع أن تستمر أكثر من 10 سنوات 20 سنة، لأنه ستطحن في التنافس الشديد اللي عم يطلع من شرق آسيا. ثبت عكس ذلك، ثبت بالأزمات الأخيرة إنه هاي الدول محصنة أكثر من الأزمات من الدول الغربية الرأسمالية التي ليس لديها نظام رعاية قوي. أعطي مثال بسيط على مقارنة بين ألمانيا وأمريكا. في الأزمة الأخيرة ألمانيا صادراتها نزلت بال 2008 نزلت صادراتها حوالي 15% نزلت صادرات ألمانيا حوالي 30%، بينما صادرات أمريكا ما نزلت إلا 10%. بالمقابل لم يتغير على الإطلاق مستوى التشغيل في ألمانيا أو مستوى البطالة لم يزيد، بينما في أمريكا زاد من 3% وصل لفوق 10%. والسبب هو أنه كان لدى ألمانيا سياسات اجتماعية قوية جدا اللي أعادت توزيع السلة بين أصحاب العمل والعمال لضمان أنه العامل في موقعه يستمر. قد يكون هناك مفاوضات على صلاحياته على البونص تبعه على كذا على كذا، ولكن استمر. بينما في أمريكا صارت هناك ظاهرة كبيرة جدا، فصار هناك إدراك أن الدول اللي عندها هذه الأنظمة، حتى الصين تخلت عن كثير من أنظمتها الاجتماعية زي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وما ذلك، تخلت عنهم في الثمانينات والتسعينات وأعادت في خلال السنوات الثنتين ثلاثة الأخيرات وبسرعة إضافة هذه الأنظمة لإدراكها أنه ليس هناك بديل من ذلك. فنحن إذن أمام مستوى من الوعي والفهم العالمي إنه الدول الرعاية هي أصبحت من الضرورات للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية أيضا. ومقولة إنه هاي الرعاية يعني هذا النظام اشتراكي ما عادت موجودة، لأن ألمانيا واليابان ودول أوروبا الغربية هي الدول التي المتقدمة في مجال في هذا المجال. ماذا يعني ذلك؟ وهنا ستكون آخر. ماذا يعني ذلك؟ إذا ما هي الآفاق بالنسبة للأردن؟ ماذا يعني الانتقال؟ إحنا أولاً دولة عندنا عجز وعندنا مشاكل اقتصادية كبرى، كيف تنتقل؟ يعني ما هي معالم دولة الرعاية في هذا الإطار؟ سأعطي إشارات بصرف هذا لأن أولاً الوقت داهمنا لن أطيل فيها، سأعطي إشارات فقط. فيما يتعلق في الاقتصاد الكلي، لا بديل عن التحوط في السياسة المالية والسياسة النقدية للتقلبات
التي تنتج عن أسعار النفط. فهناك دور للدولة في هذا المجال، وأن لا نتصرف كما حصل بال 2008 لما انعملت مقدرات الموازنة تنعمل على أرقام 2007. يعني لازم التحوط هو يكون السائد، وليس التفاؤل إنه كل سنة مشمشية راح يتبعها سنة مشمشية أحسن منها. لأنه مش هيك في منطقتنا. المساعدات خصوصا المساعدات التي تدخل الموازنة تصبح جزء من المشكلة لا جزء من الحل. لا بأس، بالعكس المساعدات والمنح والكذا كويسة، بس تكون في الجانب الاستثماري الرأسمالي لخلق بنية تحتية منافسة حتى نقدر ننافس ونخفض كلفة الإنتاج، إن كان كلفة الطاقة، كلفة المي، كلفة مستوى مهارة العامل، كلف الإنتاج كلها نقدر نحسنها. هون بيجي دور الاستثمار والمساعدات، وليس في دعم الموازنة، وإلا نفاقم مشكلة المرض الهولندي اللي كنا نحكي عنه. فيما يتعلق بالسياسة، سياسة دعم الصناعات ودعم الإنتاج، هنا يجب التوجه برأيي في دعم الصناعات، القطاعات التي تضيف قيمة مضافة بمدخلات أردنية ويد عاملة أردنية. لا مانع من دعم الصناعة، وهذا كمان ما أثبته التجارب العالمية، ولكن مش أي صناعة، مش فقط لأنها أجنبية. المستثمر الأجنبي اللي بيجيب بضاعته معه، بيجيب عماله معه، وبياخذ أرضه الأردنية، ما يتركه هو الآثار البيئية السلبية على الـ على الـ على الـ على الأردن. فالمعيار الأساسي هو قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتشغيل الأردنيين. وبتصور أنا إذا في عنوان واحد لازم نتبناه هو موضوع التشغيل، لأنه لازلنا أمام تحدي كبير، الداخلين على سوق العمل والموجودين في سوق العمل عندنا أزمة كبيرة. إذا ربطنا كل سياساتنا الضريبية والمالية والنقدية والتحفيزية والتعليمية في موضوع التشغيل، نستطيع أن نبدأ نرسم المعالم. بس نشعر أحيانا أن هناك تخبط، يعني هل الهدف هو أني أجيب مستثمر أجنبي مهما كان الثمن، ولا أشغل؟ ده إذا ربطت الموضوع بالتشغيل تتضح الكثير من الأمور التي تبدو أحيانا ملتبسة. بند آخر وهو ضروري في دولة الرعاية هو النظر إلى موضوع إعادة توزيع الدخل، دور الدولة في إعادة توزيع الدخل في المجتمع. ليس صحيحا أن النظام الضريبي هدفه فقط هو تشجيع الاستثمار. دول الرعاية الحقيقية تستعمل النظام الضريبي وتستعمله بقوة لإعادة توزيع الدخل. الدول الإسكندنافية قبل الضريبة هي أكثر الفروقات فيها أكثر من دول أمريكا اللاتينية، ولكن بعد الضريبة تصبح الفروقات فيها بين مرتفعي الدخل ومتوسطي. هلا كيف ضريبة الدخل؟ أنا برأيي هون التركيز على موضوع المضاربات، فرض ضرائب رأسمالية على المضاربين إن كانوا مضاربين في العقار أو مضاربين في سوق عمان المالي. ليس هذا هدف تنموي، وعانت البلد نتيجة ثقافة إنه أنا إذا ببيع وبشتري أراضي في السنوات هذا أحسن لي من أي وظيفة وأي مهنة، إن كنت محامي ولا طبيب ولا صيدلي. لازم نعيد يعني ثقافة الإنتاج إلى مكانها، والضريبة سياسة ضريبية لها دور أساسي في هذا المجال. وأيضا موضوع الحماية، مد مظلة الحماية الاجتماعية، وهون يأتي مفارقة أنه لما كان النصائح تسدى للأردن وغيرها من الدول بالثمانينات كان عن خروج الدولة من الاقتصاد وخروج الدولة من المجتمع. دولة الرعاية هي موجودة على مستوى المجتمع ويجب، وإحنا مجتمعنا أصلاً مجتمع أبوي ويتوقع من الدولة دور ما، ولكن إذا كان هذا الدور يتعلق في الإنتاج ويتعلق في التشغيل، وهو النظام القائم في ألمانيا وفي في 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 اليابان، أنت بتأخذ حقوق إلها أول ما إلها آخر، بس بشرط أنك تشتغل إذا كنت قادر على العمل. إذا اشتغلت ف
فإلك حقوقك التقاعدية وإلك تأمينك الصحي وإلك تأمين الأمومة وإلك 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 إذا كنت تعمل. إذا ما كنت تعمل بدك مبرر حقيقي اللي بمنعك عن العمل، وبعدين في خانة أخرى. أما إحنا في الأردن من مجموع 6 ملايين مواطن عندنا 3 ملايين القوى العاملة في الأردن أو القوى البشرية في الأردن 3 ملايين مواطن اللي هم بين 16 سنة وال 60 سنة، 3 ملايين مواطن الذي يعمل منهم مليون فقط، الثلث. وهذا حامل المسنين وحامل الأطفال وحامل كل واحد حامل 2 من جيله مقارنة. فهذه النسبة اللي في الأردن هي الثلث، في مصر هي 50%، في سوريا والمغرب 55%، في دول شرق آسيا توصل 80 و85%، هم المشتغلين من هذه الفئة. فموضوع التشغيل هو تحدي كبير جدا. أنهي بأن أقول أنه هذا الانتقال من الريع إلى الرعاية هو مشوار صعب وشاق، وشاق مش بس على الدولة وعلى الحكومات، شاق على المواطن ومفاهيمه وثقافته لعلاقته. لأنه أريح كثير على المواطن أنه يقول أنا أعطوني وأنا ما يعني يكون هو الطالب. أريح كثير للمواطن أن يكون اتكالي من أن يكون مسؤول عن، ولكن الطريق موجود. وأنا أعتقد أننا في الأردن قطعنا مسافة في هذا الطريق، ولكن علينا أن نبتعد عن الحلول المجتزأة القصيرة الأمد التي إن أسعفتنا على المدى القصير تؤخر إعادة الهيكلة والانتقال إلى دولة رعاية تنتقل بنا من المحيط الريعي إلى محيط الذي أعتقد أننا نستحق ونصب إليه. أعطيكم العافية وأسأل للدكتور عمر على هذه الرحلة من آدم سميث إلى اليوم. ولا شك أنه أيضا صياغة الموضوع ضمن إطار العالمي والانتقال به إلى المحلي والحديث عن معالم خارطة الطريق، خارطة الطريق الخاصة بنا وليس خارطة الطريق تشير إلى اقتراب الدكتور عمر من مما قد أقول مناطق الخطر وبعض المسائل الجذرية التي آن الأوان الحديث عنها، سواء ما يتعلق بالمساعدات وكيفية توظيفها، سواء ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، وأيضا مسألة إعادة توزيع الدخل. وهناك نماذج أمامنا يمكن الاستعانة بها. وربما وأنا متأكد أن الدكتور عندما تحدث في العنوان من الريع إلى الرعاية كان في ذهنه أيضا مفهوم الإنتاجية والعمل المنتج، وحديثه عن التشغيل لا يقتصر على الأيدي العاملة بقدر أيضا ما يقتصر على توظيف. يعني الأردن يوجد فيه أيضا موارد، سواء موارد طبيعية أو موارد مالية نعرف أنها غير موظفة على نحو المثال. والحديث عن المحاور الأربعة، عن التجربة التنموية العالمية والخصوصية العربية والخصوصية الأردنية، ثم معالم أعتقد أنها مهمة إذا كان لنا أن نحقق الخطوات اللاحقة، وإدارة عملية الانتقال حقيقة مما نحن عليه إلى الوضع الجديد ربما تكون هي الأصعب وهي التي تشكل التحدي. لن أطيل في إعادة ما قال الدكتور وأمتعنا الانتقال السلس من محور إلى آخر. سنفتح المجال للحوار. هناك أوراق عادة توزعنا راديا من الإخوة المتداخلين. يعني سنحاول حقيقة أن نعرف أن هناك من يود يسأل الدكتور عمر عن بعض المسائل. نود أن نخصص الجزء الأكثر من هذه المحاضرة للحديث فعلا عن هذا الموضوع الهام في قضية التحول وقضية استشراق الآفاق، وأيضا الحديث عن مشاكلها.
تتالي الأوراق سأطلب الاسم راجيا وسوف أن لا تزيد المداخلة أو السؤال برجاء عن 3 دقائق. أنا لا أعرف القاعدة المتبعة، ولكن بعد مرور 3 دقائق سأستأذن المتحدث بأن يتوقف، يعني خلال 3 دقائق حتى نتيح المجال لحوار ونسخ المجال أمام الجميع لكي يقدم ما يشاء أو يصل ما يشاء. أبدأ الدكتور يعقوب الكسواني إذا سمحت. شكرا سيد الرئيس، شكرا للأخ العزيز الدكتور على المحاضرة القيمة، ونشكر منتدى شمال أيضا على استضافة الشخصية التامة كدكتور عمر. أنا أستاذ اقتصاد في جامعة الشرق الأوسط، لذلك بدي أتحدث قضايا يعني دقيقة شوي. يعني لأول مرة أسمع هذا الكلام من أخ في موقع مسؤولية في الدولة، وهذا كلام يعني مبادرة إيجابية جدا إنه نسمع مبادرات من الدكتور عمر. يكون ما حكى الدكتور إبراهيم بحكي باسم الشخصي مش كلام. نعم أنا عارف، بس أن يسمح لك تتحدث باسمك الشخصي هذا شيء إيجابي يعني. في هذا الموضوع في هذه المرحلة بالذات يعني احنا دائما كنا نقول انه نعم مرحلة التاتشرية والريغانية من الناحية الاقتصادية بحكي يعني جابت للعالم وخاصة إلنا للعالم الثالث والعالم العربي كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية. لذلك انا بعتقد انه المفتاح اذا بدنا نمشي في الطريقة اللي بتحدث عنه الدكتور عمر هو اعادة النظر في حزمة القوانين الاقتصادية وحزمة الأمان الاجتماعي التي اعتمدت على أساس برامج البنك الدولي صندوق النقد الدولي، لأنه هذه البرامج هي بصراحة اللي بيسموها برامج التصحيح الاقتصادي اللي أعاقت النمو الاقتصادي في الأردن وفي كل الدول النامية. وأنا رئيس جمعية الاقتصاديين العالم الثالث ومطل على تجارب معظم دول العالم الثالث والمغرب العربي وامريكا اللاتينيه، لذلك بقول انه هاي بدايه طيبه نبدا فيها. ولكن بالنسبه للاردن بدي اركز على الاردن، يعني هل لدى الدكتور عمر تصور انه اصحاب القرار والشرائح يعني الحاكمه المتنفذه، يعني بيجي مثلا بصراحه البنوك الان مثلا موضوع ضريبه ضرائب عداله النظام الضريبي، الان بدل ما يزيدوا ضريبه على البنوك بخفضوها، وهي كل بنك بيعلن ميزانيات ارباح خياليه، شيء 100 مليون شيء 25 مليون شيء 24 مليون، طيب ليش اخفض عليه الضريبه ما دام انا كدوله كخزينه الدوله لسه محتاج؟ وبعدين يعني بقول حزمه القوانين الاقتصاديه، وانا عارف انه الذي يشرع هو السلطه التنفيذيه وليس ما عندي سلطه تشريعيه الان كل القوانين التي تشرع هي قوانين مؤقته الحكومه تضعها، ولذلك كيف ستضع حكومه قوانين مع يعني قوانين اقتصاديه تتعارض مع مصالح مثلا هؤلاء الناس اللي هم اصحاب قرار الان واصحاب التشريع. وشكرا. في هناك أسئلة مكتوبة سأقوم بقراءتها. وردت بعض الأسئلة الخاصة المتعلقة بالضمان وشراكات الضمان. أنا سأقوم بوضع هذه الأسئلة بين يدي الدكتور عمر، وربما نخصص 5 أو 10 دقائق الأخيرة لأنه هي أسئلة شخصية لا يمكن حتى نقاشها ضمن الإطار العام. فإذا سمحتوا لي هاي الأسئلة وأي مداخلات من هذا النوع خلينا نأجلها للآخر، يعني الدكتور سنجبر على أن يتسع صدره للحديث عن هذه القضايا التي تشغله يوميا. وعلى الأقل أنا كنت إلى جواره عدد من الشهور ورأيت أنه هو يتبع سياسة الأبواب المفتوحة، فدعونا نلتزم على الأقل خلال الحوار بما تم الحديث عنه، ثم سنسح المجال للحديث عن أو نتناول هذه القضايا الخاصة إذا سمحت. هناك
سؤال من الأستاذ زيان زوانة أيضا تضيفه إليك دكتور، بناء على ما تفضلته، كيف تنظرون إلى السياسة النقدية خلال السنتين الماضيتين وقانون ضريبة الدخل الأخير في ظل إعادة توزيع الدخل؟ وأعتقد أعتقد أن السؤال جاء من جزء من المداخلة حينما تحدثت عن دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل. أما السياسة النقدية فأنا أقرأ السؤال ولا أعرف مدى المجال الذي يمكن أن تتحدث فيه. سؤال آخر من الدكتور فيصل غرايبة، هل صحيح أن صندوق الضمان الاجتماعي، وأعتقد هو يعود إلى صندوق الضمان الاجتماعي مع الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي في مأزق، وتنبأ منه أن مظلة الضمان الاجتماعي إلى انهيار لا سمح الله كما ورد في السؤال، يعني هذا سؤال عن الضمان الاستثماري. خلينا نأخذ ثلاث أسئلة ونعطي الدكتور أيضا ثلاث إلى أربع دقائق لتناولها إذا أمكن حتى نقرأ بقية الأسئلة. شكرا. أسئلة كل واحد فيها يعني بيحتاج إلى بس بسرعة حتى ألتزم بالوقت. موضوع التصحيح الاقتصادي الذي جرى في الأردن وفي كل العالم، يعني هذا الستركتشر الأجسمنت والتصحيح الاقتصادي أثبت إنه تداعياته السلبية على الاقتصاد والفقر أكبر بكثير من الآثار الإيجابية. وحتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخلوا عنه في فترة التسعينات، وعلى هذا الأثر إجا جوزيف ستيغليتز على هاي المؤسسات وصار يحكي في منظور آخر وفرض موضوع ما يسمى بالواشنطن كونسنسس أو تحالف واشنطن، اللي كان يقول لك شو هو التصحيح الاقتصادي، انه انت تدير بالك على السياسة، اعمل استقرار مالي، استقرار نقدي، اضبط العجز، اضبط سعر الصرف عندك، وبعدين افتح على التجارة الدولية وحرر اقتصادك وطلع الدولة من القطاعات المنتجة وكل شيء تاني بتصحح لحاله. اثبت انه اذا انت فقط تشتغل على هذا الشغل تضبط العجز في النسب بنهار، بصير في عندك كساد حقيقي في الاقتصاد وتداعياته على الفقراء وخصوصا كبيرة جدا. بس الأسباب التي تؤدي في الدول للأزمات زي اللي أدت في الأردن للأزمة اللي وصلتها لل 89 ما بنقدر نحملها إلا لحال صراحة. الأسباب اللي أدت لوضعنا الحالي ما بنقدر نحمله إلا لحال الأسباب. فالعلاج مرات بيجي علاج غير منطقي وعلاج قوي وعلاج مفروض وعلاج غير هذا، بس اللي أدى إلى المرض الذي فالآن أنا بنبسط لما بسمع أحيانا وزير المالية الحالي بيقول يا إخوان في بعض الإجراءات اللي إذا ما سويناها بدها تتساوى إلا في مرحلة مقبلة بطرق لا تختلف كثيرا عن اللي مرت علينا سابقا. هذا لازم يكون دافع لنا إنه أن ننظر إلى الأزمة ونبدأ بتحليلها ونضع الشروط لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية على المدى المتوسط بدون ما يأتي طرف خارجي يفرض أي سياسات عليه. فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والسياسة النقدية لن أدخل بالتفاصيل إلا أنه أقول أنه يعني المدخل خصوصا إلى قانون ضريبة الدخل أعتقد أنه كان ينقص جانب إعادة التوزيع، كان يركز على الاستثمار وكأنه يعني هلا إذا تحقق إنه هاي التخفيضات راح تبتي باستثمارات إضافية وإنتاجية إضافية وكذا يكون هذا، ولكن تجارب الدول الصغيرة ليست يعني كثير مبشرة إنه بمجرد إنك تنزل النسب الضريبية بينشط الاقتصاد. ومع ذلك بقول إنه المحصلة القانون اللي طلع في المحصلة لا يشبه كثيرا القانون اللي دخل في البداية، يعني خصوصا فيما يتعلق في البنوك. بالنسبة لموضوع إعادة توزيع الدخل، احنا بحاجة اعتقد ان نفكر ليس فقط في الفقر المدقع. احنا لما نطلع على نسب الفقر في الأردن وقديش تغيرت 13% 12.5% طلعت 13%، عم نطلع على نسب الفقر المدقع. دول الرعاية تتطلع إلى الفقر النسبي، والنسبة للفقر النسبي بأهمية الفقر المدقع إذا ما كان أهم، عشان
مشان هيك لما بنقول انه الطبقه الوسطى بتعاني عم نحكي عن الفقر النسبي، عم يشعر المواطن في الطبقه الوسطى انه عم بتراجع نسبه الى غيره وخصوصا نسبه الى الشريحه الاعلى في المجتمع. عشان هيك بقول ما في بديل من اعاده النظر في بعض الضرائب، الضرائب على الارباح الراسماليه وخصوصا العقاريه، وحتى لو ادى الى، ما عم نحكي، عم نحكي على المضاربات، ما عم نحكي على اللي ورث قطعه ارض وباعها مره واحده عشان يعلم اولاده، بنحكي على ظاهره الاتجار في السوق المالي وفي واستعمال هاي الفوائد واستعمال هاي الايرادات لتمويل برامج حمايه اجتماعيه واسعه لكل المواطنين زي التامين الصحي وغيره. بالنسبه للضمان الاجتماعي انا ما حكيت عنه كثير، خلينا نحكي شغلتين. اولا الضمان الاجتماعي، عشان هيك انا بقول انه احنا تركنا اقتصاد الريع ولكن لم يعني نمسك تماما باقتصاد الرعاية. الضمان الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من منظومة دولة الرعاية، وصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي هو أيضا جزء لا يتجزأ من دولة الرعاية، لأن الدول حتى دول زي الكويت ودول الخليج تعلمت أنها تحصل إلى حد ما، أنها تخلق صناديق سيادية اللي تستثمر في قطاعات حتى القطاع الخاص ليس له باع أو نفس طويل اللي يستثمر فيها. وهذه أهم أهداف صندوق زي صندوق الضمان الاجتماعي اللي هو عمليا استثمار لأجيال متعاقبة. صندوق الضمان الاجتماعي ليس في خطر، كل صندوق بنشن فند أو صندوق تقاعد يجب أن يجري دراسات اكتوارية على مدى 40 و50 سنة إلى الأمام. الدراسات الاكتوارية عبارة عن توازن إيرادات ونفقات على مدى 40-50 سنة إلى المستقبل، وبضرورة الحال كل المجتمعات تتغير ديموغرافيا واقتصاديا، وبالتالي يجب تغيير المعادلة بين المنافع والاشتراكات. فهذا الذي نتحدث عنه. لما بنقول انه صندوق الضمان الاجتماعي هو مستثمر في اهم 10 او 11 منشأة اللي تعتبر دعائم الاقتصاد الاردني، يعني الفوسفات، البوتاس، المصفاة، البنك العربي، بنك الاسكان، الاتصالات. الضمان الاجتماعي ليس مساهم، ما اشترى اسهمها في السوق المالي، هو يمتلك هذه الشركات بنسبة 10%، 12%، 15%، قد تصل إلى 30%، يجلس على مجالس الإدارة. لما بنزل سعر السهم في السوق تنزل قيمة المحفظة، بس هاي تسمى أرباح خسائر غير محققة. أنا بشبهها زي اللي ببني بيت إله لأولاده وبضل يوسع فيه كل ما قدر بيوسع بهذا البيت، نزل سعر الحديد، طلع سعر الاسمنت، نزل سعر العقار، هو غير معني بشكل مباشر بالتقلبات. المضارب اللي ببني وببيع بتأثر، بس اللي مش عم بضارب بالسوق، اللي عم بحوش هاي التحويشة للأجيال وللاستثمارات الاستراتيجية غير معني كثيرا. فلما المواطن بيشعر بشيء من الخوف، احنا بنقول فيه شغلتين. اولا انه التقلبات في القيمة هاي هي تقلبات ورقية طالما الضمان ما باع وما اشترى. يعني اذا انا ما بعت سعر البنك العربي على 10 دنانير، انا ما خسرته، انا اصلا شاري على 6 دنانير في الزمانات. الناس بتوصل تشوف انه وصل 20 وبعدين نزل بقول لك خسر الضمان. الضمان لا يزال محتفظ باسهمه في هذه الشركة. واسف على الاقطاع. طيب، هناك اقتراح من طالب دكتوراه لم يذكر اسمه، وهو يتعلق بأن تقوم الحكومة الأردنية أو السلطات المختصة بإنهاء عقود جميع الموظفين والعاملين غير الأردنيين والذين يعملون في المؤسسات والشركات الأردنية داخل الأردن والقادمين من دول أخرى، مع العلم أن هناك نسبة بطالة مرتفعة. يعني هو اقتراح، ويمكن لنا أن نناقش الأخ صاحب الاقتراح ربما في وقت لاحق، لأنه يمكن عمليا ستجد من يعارض. سؤال سريع من الأستاذ أحمد العيسى، ماذا بخصوص التأمين الصحي المشتركي في الضمان الاجتماعي؟ وأعتقد أن هذا الموضوع محبب إلى قلب الدكتور عمر على الأقل من الأسبوع الماضي في حوار درسنا حول الموضوع. من الصحفي محمود أبو داري، في سياسة الحديث عن الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، يسألك عن رأيك في المناطق الصناعية المؤهلة.
أول ما أحنا بدنا نوصل للفوضى كان أنا على حسب ميت. هل هي ناجحة؟ تجربة ناجحة؟ يعني هذا سؤال نطرحه. لماذا لم يفرض قانون الضريبة الجديد أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالرغم من حداثته؟ وهذا دليل واضح على سوء ترتيب الأولويات، هذا من زيدون أبو حسان وهذا من الدكتور تطرق إلى حد ما عن روحية القانون وروحية قانون الضريبة وما إذا كان سيكون هناك أنواع ضرائب كثيرة مطبقة حتى في الدول الرأسمالية ونحن لا نقوم بتفريغها. بشكل سريع في سؤال الأخ اللي ما حط اسمه، خليني أعرج على موضوع العمالة الوافدة. يعني أنا بسمع دائما الحوار حول هل يعني هل يستطيع الأردني، هل يستطيع الشاب الأردني أن يعمل كما يعمل الوافد أو كذا، وهل على يعني أنا بنظري إنه هذه عادة يجب أن نقلع عنها بطريقة مبرمجة. يعني لا نستطيع أنه بكرة نقول كل الوافدين برا، بس لازم يكون في مشروع مدته يمكن سنتين، يمكن مدته أربعة، يمكن مدته ستة، بس هذا المشروع يجب أن يبدأ ويبدأ الآن في هذا المجال. أنا أعتقد أنه الشاب الأردني لا يزال بيطلع من التوجيهي أو بيخلص بده وظيفة في القطاع العام، تسأله ليش؟ يقول لك بدي ضمان اجتماعي، بدي تأمين صحي، بدي الحماية. وأيضا إحنا حتى مفهومنا كمسؤولين إنه خلق فرص العمل يأتي في مصانع كبرى أسمبلي لاينز وعليها 500 واحد بيشتغلوا. في دول العالم الآن فرص التشغيل تأتي من ما يسمى السمول أند ميديوم إنتربرايز، المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي اللي عم تخلق فرص عمل. وأنا أدعي إنه إذا أمننا، وهذا جزء من مشروع توسعة الشمول اللي بدأ في الضمان الاجتماعي بل بحكي عن التأمين الصحي، إذا أمننا هاي الحقوق وبدأنا بحملة، نحن بحاجة إلى حملة لتغيير الثقافة بإمكاننا، ليس هناك في جيناتنا ما يمنعنا من ذلك. أنا بإربد هذيك المرة قلت لهم يا أخوان الحصيد مين اللي كان يسويه والعون مين اللي كان يسويها، يعني ما في إشي عندنا في جيناتنا بمنعنا من ذلك. بالنسبة للتأمين الصحي أنا أؤمن أنه على فكرة معظم دول العالم بما فيها ألمانيا اللي بدأت موضوع الضمان الاجتماعي بدأت بالتأمين الصحي أولا وبعدين إجا التأمين التقاعدي والعجز وكذا وكذا. إحنا في الأردن قانون 78 حط التأمين الصحي ولكن تأجل تفعيله إلى يومنا هذا. عندنا ما يزيد على مليون مواطن من مشتركي ومتقاعدي وأسر الضمان الاجتماعي ليس لديهم أي تأمين صحي. وإذا بدنا نحكي عن الطبقة الوسطى، تعريف الطبقة الوسطى هي الطبقة التي يعني محمية من مخاطر الحياة وبالتالي قادرة على التطلع إلى الأمام واتخاذ مخاطر وترك الوظيفة العامة وما إلى ذلك. فأنا أعتقد أن التأمين الصحي جزء لا يتجزأ من دولة الرعاية والانتقال إلى الأمام. الأرباح الرأس QIZ المناطق المؤهلة برجع بقول إحنا خلينا نقيسها بمقياس القيمة المضافة الحقيقية التي أضافتها إلى الأردن. أنا غير معني يعني الإثراء اللي صار لصاحب العمل وين صار بهذا، وحتى ميزان المدفوعات له إيجابياته وسلبياته على المستوى. إذا لم تشغل عمالة أردنية ومستدامة ولم ننتقل من مثلا القطاع الجارمنت التجميع هذا إلى على السلم الصناعي، معناته إحنا هذه المناطق المؤهلة ما أعطتنا لا الارتقاء التكنولوجي لقطاعات أعلى ولا أعطتنا يد عاملة ذلك. والأمثلة عم نشوفها الآن بإغلاق هذه المناطق. بالنسبة للأرباح الرأسمالية أنا بصراحة مع التطرق بهذا الموضوع. إحنا موضوع الضريبة عندنا إشكالي في الأردن، المواطن اللي بيعاني من الضريبة بس أنا أعتقد إنه يعاني منها بشكل أساسي لأنه ما بيعرف، يعني ما بشوف الضريبة بتروح، ما بشوفها كيف ترجع عليه. فإحنا بحاجة إلى ثنائية إعادة يعني موضوع الضريبة ووضعه كأساس أساسي لغاية الاستغناء
عن المنح والمساعدات للإنفاق للنفقات الجارية، ولكن في نفس الوقت أن يكون هناك عدالة، وما بصير إنه ما نطلع على الأرباح الرأسمالية في مجتمع صغير زي وذكر المجتمع. في عندي سؤال سريع عن من شغف، تساؤل حول المساعدات الخارجية لما كنت طلبت لها وطلبت لموضوع أنها تكون ما هي بمعنى طلبت لا تكون مربوطة بنفقات جارية بل بنفقات رأسمالية أو بنية تحتية وإلى ذلك، كيف يمكن تعظيم الاستفادة منها وفق أولويات التنمية وليس التقيد بتقارير الخبراء الأجانب أو إملاءات مرافق هذه المساعدات؟ سؤال آخر هو سؤال أنا تعمدت تأجيله لأنه سهل، وهو من الأخ والعزيز طارق زليقات، يتعلق بالربط ما بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. وهنا لابد يعني ربما قليلا من التمهيد، أنه إحنا عندما بدأ ما يعرف ببرامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن في بداية التسعينات، هو حقيقة كان هناك برنامج للانفتاح السياسي رابط عودة الحياة البرلمانية، ثم ما واصلت مسيرة الإصلاح الاقتصادي بين أقواس المسيرة، بينما الإصلاح السياسي الذي نتحدث فيه لم يوضح طارق ما الذي يقصد بالإصلاح السياسي، لكن هو هذا أيضا الموضوع دكتور، ودعنا نزيد الأمر سهولة عليك، هو يرتبط أيضا بموضوع الضرائب. ويعني هو الشعار تغير، يعني دولة الرعاية كانت لا تفرض ضرائب على مواطنيها لأنه كان عندها موارد وتستطيع أن تصرف، وكان هناك نوع من التعاقد ما بين أنا لا أفرض عليك ضرائب أنت لا تسائل. مع تغير هذا العقد تغيرت الأساسيات، العقد الاجتماعي الذي كان قائما بيننا، الآن دولة أدخلت ضريبة وبدأت بضريبة المبيعات التي باتت الآن كانت ضريبة مبيعات، الآن باتت ضريبة القيمة المضافة، وصلنا إلى هذا المرحلة الجديدة الآن التي تفرض فيها ضرائب، ولكن موضوع المساءلة وموضوع وجود مؤسسات أيضا لتحقيق التوازن غائب. بالنسبة لسؤال المساعدات الأجنبية، أنا أعتقد إنه المشكلة أيضا هون بدي أقول إنه تبدأ عنا، يعني لما بتكون المؤسسات الدولة، لما تكون الحكومة تمتلك رؤية واضحة جدا إنه إلى أين تتجه، هي تكون ناصية القرار بإيدها، بتصير أولا تنتقي من الجهات المستثمرة، يعني مثلا الاستثمار العقاري في الأردن، أنا من الناس اللي أعتقد إنه الاستثمار الأجنبي في العقار لا يضيف شيء علينا اقتصاديا على الإطلاق، يعني يفاقم أزمة مالية ويفاقم خلل هيكلي موجود عندنا. فليست كل المساعدات أو الاستثمارات جيدة أو ممتازة بالضرورة فقط لأنها أجنبية. بصير السؤال هون سياساتنا، ما هي القطاعات، ما هي الاستثمارات التي نحن، كل دولة نامية بحاجة إلى استثمارات أجنبية لتمويل لرغب الفجوة التي تتعلق في البنية التحتية وإيصالها إلى المستوى. يعني لو نقدر نمول الدي سي والطاقة النووية وكل ما هناك لنرتفع أو لنخفض كلفة الإنتاج ونرتفع بأداء الصناعات، وهذا بيكون هذا ممتاز، وهذا يحتاج إلى استثمارات أجنبية. فيما يتعلق بسؤال حبيبنا طارق على الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، دول الرعاية متنوعة في هذا المجال، قد يكون إلي أنا والأخ طارق والآخرين، قد يكون لنا ما نفضله في الربط بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، ولكن ليس هناك التجربة تدل، ليس هناك ربط عضوي واحد لواحد. يعني لما نتفرج على ماليزيا أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو بعض دول أمريكا اللاتينية، نجد تباين في درجة الإصلاح، أو الصين، نجد تباين في درجة الإصلاح السياسي. فعشان هيك أنا بقول إذا في بعض الأطراف تتخوف من دولة الرعاية وتداعياتها السياسية، بقول مش بالضرورة،
يعني مش بالضرورة انه الاصلاح او دولة الرعاية تملي نظام سياسي معين، مش بالضرورة ابدا. عندنا السبيكتروم او المجال واسع. قد انا افضل ان انا اعتقد المزيد من المساءلة، المزيد من حرية التعبير على الرأي، المزيد في المشاركة، كل هاي نواحي تقوي يعني في المعنى. إذا أخذنا أدبيات الحاكمية ابتداء من فيبر وغيره، بحكي عن ثلاث معايير للدولة القوية، هي الدولة اللي عندها مشروعية وعندها قدرة دفاعية وعندها مشاركة وتقديم رعاية للمواطنين. هذه كلها تساهم في تقوية الدولة. ولكن أنا بنظري ليس هناك يعني ربط عضوي بين الإصلاح، هو قرار سياسي وليس ربط عضوي، مع أنه بشر اللي حكى دكتور إبراهيم أنه النظام الضريبي لكل ما زادت الضرائب كحصة من الإيرادات، كل ما موضوع المساءلة والحق في المساءلة تصير أقوى بطبيعة. لدي بعض الأسماء راجيا أيضا أن تكون الأسئلة بهذا الاتجاه. أستاذ ماهر عنبكاوي، مساء الخير. أولا سعيد جدا بأنه محاضرة هذه الأمسية دكتور عمر منيف غزال الذي تشرفت بمعرفة والدي المرحوم بتميزه في تلك المرحلة، والآن أنا سعيد جدا أنني أعرف دكتور عمر غزال شخصيا. والسؤال الذي توجه به هو إذا كان هناك مشروع منتج على المعيار الوطني، من هي الجهة التي يمكن أن تستمع إليه؟ هل الحكومة؟ ما هي الوزارة؟ هل مؤسسة الضمان الاجتماعي على معيار أن المالك المحتمل لهذا المشروع الناجح هو الشعب؟ أنا من الذين يعني وبحكم خبرتي الدبلوماسي سابق في على الأقل سفرتين في دولتين نفطيتين، وإحدى السفارتين كانت في عمان، ورأيت كيف بنى السلطان قابوس عمان بطريقة تختلف عن بقية الدول، وساهم الأردن من خلال ما طلب منه، ولكن السياسة العامة كانت متميزة. الآن هل لدى الضمان الاجتماعي بين قوسين وحدة استقبالية إمكانية قبول أفكار جديدة، أم كما قيل لي بين قوسين دون أن أذكر الشخص إنه هذه الوحدة الاستثمارية تضع في أي مشروع ناجح وتدخل في مساهمة، أما عنصر المبادئة ليس موجود. أكرر شكري لمؤسسة جمان، وأخص بالذكر أيضا الأستاذ أخونا الكبير فاتح الطاهر الذي أحترم شخصيته، تنفيذا أيضا لوصية والدي الذي كان يقول لي خير من عرفنا فاتح الطاهر ذوقا وخلقا. والسلام عليكم. شكرا 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 شكرا. نثني على ما قلته بشؤون سؤال المبادئ بعد ذلك. الأستاذ مصطفى خرمة، توجه للتنمية مش للإنفاق. ما بتعتقد إنه حتى هذا يكون حقيقي؟ مش بس هو، كثير من الأمور إنه ببساطة فجأة تحول الوزير المالية أو أي وزير أو الوزارة أي إشي بيكون لغاية مختلفة عن الإنفاق بحولها لخزينة الدولة وبتحول لإنفاق، وبيضاعف الميزانية سنة ورا سنة، وببدوا محتارين كيف بدهم يمصوا دم الشعب حتى يغطوا هذه المبالغات اللي عملوها. فألا تعتقد أنه لازم يكون في قوانين ترعى كل شيء يدخل للدولة، وأنه هذا ما بيصير إلا لكذا وهذا ما بيصير إلا لكذا،
لأنه مثال ذلك يعني كان في للجامعة أول ما أنشأت الجامعة الأردنية من المواطنين لازم يدفعوا حتى تقام هذه الجامعة، فجأة وزير المالية حول كل هذا المبلغ للميزانية الدولة وصارت جزء من الإنفاق. الإشي الثاني أنه ما زال عندنا التسيب الملقب باقتصاد السوق ماشي. انت بتلاقي هلا في الشركات المساهمه وانتم جنابكم في تملكوا كثير منها، فالرواتب الخياليه، وانا ناقشت احد المدراء انه ليش عم بتنهب في هالشركه اللي هي عم بتخسر، قال لي الهدف لما طلع برا يعني الاجتماع حتى انهب الضمان الاجتماعي. الاشي الثاني احدى الشركات المساهمه بدل التنقلات لكل واحد منهم 18,000 دينار، يعني المدير اللي هو عضو في مجلس الإدارة اللي بينه وبين قاعة المحاضرات أو الاجتماعات 10 خطوات بياخد 18,000 دينار بدل تنقلات، وما في حدا حاكي وقت المناقشة المؤسف بيجي واحد عنده 10 أسهم بيناقش واللي عندهم ثلث الشركة ما بيناقشوا ولا بيحكوا. الإشي الثاني التسيب من البنك المركزي، إنه زمان كان البنك المركزي بالنسبة للبنوك لما يخفض الفوائد على المودعين كان يخفضها على الإقراض، هلا تركها تسيب إنه البنك بخفض له الفائدة على الودائع مشان يجوع المودعين، وبترك البنوك زي ما تفضل أحد الإخوان اللي سبقونا يربحوا عشرات إذا مش مئات الملايين على حساب الشعب وعلى حساب إفلاس التجار واللي مستفيدين من الإقراض. وشكرا. شكرا. سؤال أخير من حمدان الحيصة. شكرا عطوفة الدكتور على هذه المقاربة الفكرية في هذا الموضوع الشائك الذي يحتاج إلى مؤتمرات وأبحاث مطولة في هذا التمحيص هذا الموضوع. حقيقة أشار علماء الاجتماع لهذا الصدد أن هناك الدولة في عمر الدولة تمر بتحولات اجتماعية في إطارها الهيكلي، وبالتالي يعني هذه التحولات تحول الدولة من دولة ريعية إلى دولة رعوية بمعنى دولة الرعاية دولة الإنتاج. الآن الدول العربية حسب مقاربتك اللي تفضلت فيها أنه يبدو الدول العربية تقريبا غالبية توقفت عند مستوى الدولة الريعية ولم تتحول تصل إلى مستوى التحول إلى الدولة الرعوية، وبالتالي هنالك يعني دولة مثل مصر في الخمسينات كانت تضاهي كوريا وتركيا في التقدم العلمي والإنتاج، لكن الآن انظر أين وصلت مصر وأين أصبح مستوى تركيا وكوريا. يوجد هناك كذلك نسبة دراسات عن نسبة الإنتاجية للعامل العربي أنه لا يعمل أكثر من 5% أو 10% من الوقت المتاح للعمل، وبالتالي يعني هاي قضية تضاف إلى البحث الذي تقدمت فيه. أنا حقيقة هنا أريد أن أسأل عقوبتك أنه ما هي المعيقات أو الصعوبات التي منعت الدول العربية من التحول من دولة ريعية إلى دولة رعوية؟ السؤال الثاني أنه هناك علماء اقتصاد أطلقوا في فترة عندما مر الأردن بالأزمة الاقتصادية لتبرير عملية الخصخصة أنه عملية الخصخصة تزيد الإنتاجية، هل هناك دراسات فعلية أنه عملية الخصخصة زادت إنتاجية العامل في الشركات التي تم خصخصتها؟ وشكرا. شكرا جزيلا. الآن انتهت الأسئلة. هناك كما ذكرت 4 أوراق تتعلق بقضايا في صلب وهي أسئلة مشروعة تتعلق في عمل الضمان الاجتماعي. سنفسح المجال دكتور عمر للإجابة على التساؤلات الأخيرة، ثم سأضع الأسئلة بين يديه حتى يتمكن من الإجابة عليها مباشرة والتفاعل مع أصحاب هذه الأسئلة. خلال لأنه الوقت انتهى دكتور مقرر، إذا سمحت يعني
تجيب على التساؤلات الأخيرة. تمام. طلعت بسرعة على الأسئلة الأربعة حول الضمان الاجتماعي، هي كلها أسئلة شخصية، أسئلة مهمة جدا، وأنا على كامل الاستعداد أن أجيبها وجاهز أني أقعد بعد المحاضرة وأجيبها، بس حتى ما نأخذ وقت الإخوان لأنه كلها قضايا شخصية، يعني أنا موظف خدمتي كذا كذا، فما في داعي أنه يعني نأخذ من وقت الآخرين عليها، وإحنا بنتابعها بشكل مباشر. سؤال أخونا وحبيبنا الأستاذ ماهر عنبتاوي، بالنسبة لدور الضمان في الاستثمار وخصوصا في المشاريع الحيوية أو المشاريع الكبرى، أنا أتصور أنه هناك في توزيع لازم يكون للأدوار إذا ما حاصل الآن بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، يجب أن لا ينافس صندوق الضمان الاجتماعي الاستثماري دور القطاع الخاص والقطاع، يعني مثلا السياحة لا أعتقد أنه من الآن فصاعدا يجب أن يستثمر قانون صندوق الضمان الاجتماعي في المنشآت السياحية في الفنادق لأن القطاع الخاص فاعل فيها ونشط في البنية التحتية التي تتطلب للعائد الاستثماري داخل عشرات السنين أحيانا، هون بيجي دور صندوق زي صندوق الضمان لأنه أنت الأفق تبعك 40 و50 سنة يختلف عن الأفق اللي قد يكون موجود عند القطاع الخاص، وعندك إمكانيات أيضا يمكن القطاع العام ما عنده إياها إذا الجدوى الاقتصادية موجودة، فهو أصبح أشبه بالصناديق السيادية اللي موجودة في دول الخليج مع صغر حجمه نسبيا. لا فبالتالي بس فيما يتعلق في الإدارة وهذا مهم، الصناديق السيادية وصندوق الضمان الاجتماعي لا تدير بشكل مباشر ولا يجب أن تدير، يعني هون بيجي الفرق بين المستثمر اللي بلاقي شريك استراتيجي اللي هو إن كان في البنية التحتية أو في المي أو في الكهرباء أو في الطاقة أو في الفنادق الذي يدير هذا الاستثمار، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الصندوق خبير في كافة المجالات. فإذا حدا قال لك إحنا بنيجي كشركاء اللي بيعني فيه إنه أنا بدي شريك استراتيجي اللي بيعرف بالصنعة ويجي علي يقول لي هاي الدراسة والهدف تبعها. سؤال الأخ مصطفى خرمة متنوع وفي يمكن ما أقدر أجاوب على كل ما أثاره، بس لا شك إنه ضبط الإنفاق بالتشريعات والقوانين والشفافية هو أكبر ضمانة لثقة المواطن في النظام الضريبي وفي دور الدولة في القطاع العام. يعني من المفارقات إنه إحنا في حوارنا على تعديل قانون الضمان الاجتماعي كانت كثير ناس تيجي تقول يا أخي إذا في مشكلة زيدوا الاشتراكات، زيدوا اشتراكات الضمان الاجتماعي، جزء منها إنه عارف إنه هاي الاشتراكات رايحة في الضمان الاجتماعي والآخر ستعود عليه بشكل أو بآخر في صندوق تقاعدي، أما لما بتروح في صندوق أسود الضرائب ما بيعرف الواحد تماماً أي أوجه صرفها ولا إيش تحول وكذا، بيصير في هاجس عند المواطن. بدي أعطي مثال، قانون 60% مديونيه 60% مع إنه يمكن إحنا الآن تجاوزناه بشيء بسيط، ولكن وجود هذا القانون هو اللي عم بيخلي الكل يتساءل الآن هل تجاوزنا هل ما. لو هذا القانون مش موجود كان يمكن وصلنا 70 و75% وما حدا داري. فوضع الضوابط على الإنفاق هو في غاية الأهمية. طبعا تفسيرنا إحنا لنظام السوق في كثير من الأحيان يصبح هو نظام السوق الحر، فكل واحد بيقدر يحط الأرقام الخيالية اللي بده إياها ويعطي حاله الرواتب اللي بده إياها وما إلى ذلك، وتتصرف البنوك بالطريقة التي تراها. هذه كلها تداعيات العقد الأخير واللي قبله اللي كان يعني مفهومه لاقتصاد السوق مفهوم مجتزأ، والآن أعتقد إحنا نركب ركب باقي الدول حتى أمريكا التي صارت تضع سقوف لرواتب السيئوز وهذه أحد الأسباب يمكن اللي في قانون الضمان الاجتماعي تم وضع سقف الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ب5000، لأنه صرنا نشوف 20 و25 ألف دينار أجور موجودة في السوق. سؤال الأخ حمدان الحيصة حول يعني
لماذا ما الذي أعاق التحول في المنطقة العربية من أنظمة الريع؟ يمكن السؤال الجواب البسيط هو الجواب معقد، بس الجواب البسيط إنه القدرة على عدم التحول. يعني لما نطلع على الدول آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، الضغوطات الاقتصادية تفرض عليه. إحنا بنجد في دولنا العربية كل ما بصير في بحبوحة نفطية كل شيء بحاجة إلى إعادة نظر وإصلاح بيتوقف، إنه خلاص صار فيها هلأ بحبوحة بيقدر لما إمتى بصير في هذا في الأزمات؟ لما بصير في أزمة مالية حقيقية بتنزل أسعار النفط كذا، بصير لها تداعيات في دول الخليج والدول الأخرى، بتكون هذه مبادرة للإصلاح. بالنسبة للخصخصة كمان موضوع كبير جدا. أنا أعتقد بشكل عام إنه الدولة ليس لها مكان في القطاع الإنتاجي، يعني هذا عالميا، يعني الفوسفات البترول هذا إدارته وتشغيله والاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص أثبت جدواه بشكل أكبر. لكن السؤال يظل أحيانا وكثير من الأحيان على آلية الخصخصة وشفافيتها وأسبابها الموجبة، وما هو المرجو من الخصخصة. يعني هل هو جلب استثمارات؟ هل هو جلب شريك استراتيجي مثلا في قطاع الاتصالات حتى يدير هذه القطاع بشكل مختلف؟ أحيانا إحنا نركض على الموضوع ونخلط بين الغاية والوسيلة. يعني الخصخصة هي وسيلة إلى غاية ما، فإحنا أحيانا نصف الخصخصة هي الغاية بحد ذاتها وننسى وما بنفكر شو هي الغاية اللي إحنا نتبعها. شكرا جزيلا دكتور على صبرك وعلى صبرك لكل هذه الأسئلة. طبعا كانت أسئلة كبيرة ربما تخرج عن حتى حدود الموضوع الذي حاول الدكتور أن يتناوله، ولكن هذه طبيعة الحوار. لكن ربما تتفقون معي أن الحوار كان غنيا ومفيدا ودافعا لنا كي نواصل الحوار حول هذه الآفاق الاستشراقية إلى أين نذهب. فقط اقتراح أخير لأصحاب الأسئلة التي لم نتلوها أن يكتبوا أرقام هواتفهم الخلوية، وأنا أرى أنه السيدة لينا من مؤسسة الضمان موجودة معنا ومتأكد أنها ستقوم بناء على طلبنا بمتابعة والرد المباشر على هذه الأسئلة. نشكرك دكتور كل الشكر، شكرا لبقائكم وصبركم واستماعكم.